ايه؟ لارا؟ لارا لولو؟ مين هاي لارا لولو؟ مين اللي بعثك علي انتي؟ مين لارا لولو؟ انا هسه الان رح اكشفك يا لارا لولو، هسه رح اعرف مين انتي ومين بعثك علي. ايه؟ هاي عاملة تشيكين بالقهوة لكل روح الان والاكستاتي سوسن. بس صرنا تركين 3 سنين، معقول؟ بس معقول سوسن بعتيتها علي؟ والله ممكن. لا بس سوسن تجوزت وعندها توأم هسه. شو؟ عندها صورة بالبوليفار؟ تقول البنت اللي كانت قاعدة قبالي بالكافيه. يوميتها تفرشت علي وضحكت. والله شربت مي وتشردقت. لا بس هذا حكي قبل سنة. كيف بدها تعرف اسمي؟ مين انت يا لارا لولو؟ مين انت؟ مين بعتك علي؟ مين؟ ثواني، لتكون سميرة بعتت علي، معقول عشان تشوف إذا بخونها؟ والله كم سرتك يا سميرة. طب خليني أشوف وأتأكد، أشوف الفرنس تعونها. عاملتهم برايفت. ذكية، أوكي، بس مش أذكى مني لأنه في أصدقاء مشتركين. أوكي، صديق واحد مشترك. هيفا وهبي ما زبطت شكله. أوكي، فكر يا محمد، فكر. لارا، مين هاي لارا؟ مر علي هذا الاسم بس وين؟ أكيد مش مغنية. أوكي، مين هاي؟ مين أنت؟ مين بعتك؟ فكر. أوكي، أنا أصلاً إلي 3 أشهر مش طالع من الدار. فكر بس، بروح على الدكان وبر. شكل البنت اللي شفتها بالدكان قبل أسبوع وحكت معي. بس هاي حكت لي شكراً عشان فتحت لها باب الثلاجة وراحت بعدين. لا أوكي، بس هي طلعت بالسيارة وسمرت لي وعملت لي باي. بس لا مش هي، ما أكيد مش هي، لأنها سمرت لي عشان كانت رح تدعسني. أوكي، مين أنت؟ مين بعثك علي؟ مين أنت يا لارا؟ إلك صورتين بالبوليفار، 28/6 الصباح الخير، 43 فيلينج هابي، وتشيك إن بالقهوة بعمان، وثلاثة تشيك إن بإربد، صورتين بإربد، بوست واحد مكتوب عليه شملك ونية إربد. بس مين شو جايبها إربد؟ هي عاشت في السعودية، بس جارهم أبو محمد عنده بنتين، في جوز بنتهم الثانية رجاء زوجها من إربد. فأكيد سميرة اللي بعتيتها علي. أخيرا لقيتها، عرفت مين أنت يا لارا. هاي كان سركوس. كم سرتك على فكرة؟ فكرتني أنا الخاين؟ بدك توقعيني بالفخ صح؟ لا يا حبيبتي، خلاص ما تحكي. وين الثقة؟ وين الكوميونيكيشن؟ بالله هاي آخر مرة بحكي معك على فكرة. أوكي؟ يلا باي. سارة سوسو؟ مين هاي سارة سوسو؟ مين انتي؟ مين اللي دزك علي؟